إلى ذلك أثنى مدير ناحية آشور في قضاء الشرقاط جرجيس الحجاب بزيارة الدكتور أحمد عبد الله عبد ومحافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبل خليل، كونها تأتي لتعزيز الوضع الأمني ومتابعة المشاريع الخدمية والاستعداد لموسم الحصاد. اليوم بزيارة ميمونة للدكتور أحمد عبد الله عبد الجبوري والدكتور عمار الجبر محافظ صلاح الدين والسادة مدراء الدوائر الأمنية والخدمية في المحافظة. كانت الزيارة لناحية آشور للاطلاع على الواقع الأمني بالدرجة الأولى، كونه افتتاح فوج طوارئ في الناحية. اليوم أكيد الدوائر الخدمية دور فعال في هذه الجولة، إذ نفذت بعض المشاريع الخدمية مثل الماء والكهرباء، وفي مجال الزراعة أكيد لافتتاح الصومعة واحتياجات المزارعين. إن دل على شيء إنما يدل على حرص المسؤول في خدمة المواطن، ونحن بحاجة لتكثيف مثل هذه الزيارات لتفعيل دور الدولة وواقعها في أرض المواطن واحتياج المواطن في الدرجة الأولى.